بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأسئلة الخاصة باختلاف لون الإكسدام عن الرفرف، يعني احنا رشين الرفرف اهو ورشين الإكسدام اهو، بنرش الاتنين مع بعض ولما بنيجي نركب ليه بيكون فيه تكة برضو كده؟ طيب بص، ان شاء الله نمشي على الخطوات دي الامور هتتظبط. انت بترش جوه الكابينة ده وده، الارضية او الفيلر اللي انت رشيته على العربية يكون نفس اللون ده. لما تيجي تصنفر هتنزل ارضية، خصوصا في الالوان زي الاحمر دي، سواء الارضية دي نويت اون ويت اللي هو فيلر طري على طري، او شوية رصاصي، تنزل بالرصاصي هنا زي ما تنزل بالرصاصي هنا. هتنزل اللون الاحمر بتاعك وشين هنا تلات وشاش هنا، يبقى وشين هنا تلات وشاش هنا، كل حاجة تنزل نفس ضغط الهواء، نفس بعد المسدس، قرب المسدس. جينا في الاخر خالص لقيت انا معايا هنا مشكلة، حاجة عاوزة تتصنفر كده وتتعفر على قدها. جيت انا رحت عامل ازاي؟ عفرتها على قدها باللون اهو، تمام كده. اقوم رايح على ده اهو، اقوم واخده معايا كده اهو، مفهومة كده يا رجالة؟ تعامل الاتنين نفس المعاملة. ان شاء الله هتركب الاكسدام مع الرفرف اللون هيطلع معاك 100 100. طيب طلع اللون مش مظبوط، ده بقى مش حكاية لون مش مظبوط، الاكسدام نفسه، الاكسدام ده لو راكب على العربية صب، يعني هو الرفرف حتة واحدة مفيش اكسدام، هتيجي تبص على اللون هتلاقيه واحد، تمام كده. لو قطعنا قطع اللي هو الفرق ده بقى الاكسدام لوحده والرفرف لوحده، الفرق ده لأول ما اتقطع الاكسدام خد زاوية غير الزاوية اللي الرفرف عليها. يعني بص هنا، بص الإضاءة هنا، بص الرفرف من هنا منور ازاي، بص من هنا غامق ازاي، مع ان كله واخد لون زي بعضه اهو. ده اللي بيخليك تشوف ده لون وده لون، تسليط الضوء نازل على الاتنين مش واحد، التكة الصغيرة دي بتفرق اللون. انت لو جبت ورقة ورشيتها اللون الأحمر ده ومسكت الورقة طبقتها وفردتها تاني، هتلاقي التطبيقة دي خلت تسليط الضوء على الاتنين مش واحد، فبالتالي هيتهيأ لك ان ده لون وده لون، هما الاتنين هي الورقة واحدة واللون واحد، بس الكسرة اللي حصلت في النص دي هي دي اللي خلفت لك وبتقول لك اللون مش هو بس اللون هو. يعني لو ناخد بالنا، شايفين الورقة دي؟ الورقة دي مرصوشة لون واحد. بص نيجي نطبق مع بعض الورقة دي كده، بص الورقة طبقناها، بص نيجي نفردها، انت الزاوية دي عكست الإضاءة، تيجي تعمل كده ايه ده؟ بص تيجي تعملهم بقى كده اهو، بص ايه؟ هنفرض ان ده الرفرف وده الاكسدام، ايه ده؟ هو الرفرف ليه غامق عن الاكسدام؟ لأن ما بقوش سوا، ما بقوش نفس السوا خلاص. أمال لو قطعناهم بقى زي الرفرف والاكسدام بقى الاتنين بعيد عن بعض، هتلاقي برضك الاختلاف حصل أكتر. عشان تظبطهم مع بعض ولو هم لازم ايه تجيب نفس الاضاءة ان تكون نفس الزاوية عشان تقدر بص ده غمق شوية رفتح ازاي. طب ادي الفكرة كلها. اللي عنده اي اضافة اي استفسار يسيب في التعليقات، متنسوناش في دعوة حلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.